العراق واذا نتكلم عن المخدرات العراق كان معبر، ومثل ما اشار تقريركم انه كان عندنا لدينا قليل يدخل العراق. احنا كنا نقع ولا زلنا نقع على خط المخدرات الدولي اللي هي تجي من وسط اسيا وخاصه من افغانستان وجنوب شرق اسيا مرورا بايران ومن ثم دخول العراق. وهناك ايضا خط اخر ياتينا عبر البحر من الامارات كترانزيت، ولدينا ايضا خط اخر ياتينا من الامارات عفوا من لبنان اللي هو بالذات حبوب الكبتاغون، ولدينا ايضا خط اخر ياتينا عن طريق تركيا. تم. فالكريستال ياتينا من الجنوب من المحافظات اللي محاذيه لايران عن طريق افغانستان، ايران ايضا معبر بالنسبه لنا.